تأثير عقوبات مجلس الأمن على كوريا الشمالية يحدثنا عنها من القاهرة عبر الأقمار الصناعية السيد محمد حامد، باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية. سيد محمد، مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إذن عقوبات هذه المرة وصفت بالمشددة، من خلال متابعتكم إلى أي حد يمكن أن تؤثر على كوريا الشمالية حزمة العقوبات الثالثة هذه وتردع مضيها قدما في برامجها الصاروخية؟ طبعا أنا بحضرتك أستاذ المشاهدين، أنا القرارات الأخيرة العقوبات هدف أو وسيلة هدفها إخضاع كوريا الشمالية، ترقيع كوريا الشمالية. كوريا الشمالية المجتمع الدولي يرغب منها إعادة فتح قنوات التواصل وإحياء المحادثات السداسية مجددا. للأسف أن كوريا الشمالية والقيادة الكورية تواجه الآن إدارة أمريكية متشددة تتبنى سياسة عدوانية في إدارة الملف السياسي الخارجية، وهذا سيترتب تنازلات كبيرة من كوريا الشمالية. إذا استطاعت كوريا الشمالية الصمود في وجه العقوبات كما صمدت في 2006 وفي 2009 وفي 2013 وفي كل مرة أجرت تجارب باليستية هددت بها جيرانها، كانت تصمت في وجه هذه العقوبات. للأسف كان على كوريا الشمالية العودة إلى المحادثات السداسية في عهد أوباما أفضل من أن تعود في عهد ترامب الذي يتبع سياسة متطرفة في اتجاهها ولا يرغب، وهو رجل أعمال وسيكون صفقته مع نزع السلاح النووي بالكامل لكوريا الشمالية، وحتى في أقل القليل وفي الحد الأدنى إذا أعطاها الحق في قيام برنامج نووي سلمي. كان من المتوقع، وأنا هذا توقعي، أن تصمت كوريا الشمالية طوال مدة ترامب حتى تأتي الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، وهنا ستفتح كوريا الشمالية بابا جديدا للتفاوض مع المحادثات السداسية التي تشمل كوريا الجنوبية واليابان والصين وروسيا والولايات المتحدة. طيب سيد محمد، تهديدات كوريا الشمالية متواصلة، ومن ضمنها التهديدات الأخيرة بأنها قادرة على ضرب البر الرئيسي الأمريكي. بعد سلسلة هذه العقوبات، وخاصة نحن نتحدث عن العقوبات الأخيرة، هل هي قادرة فعلا على تنفيذ هذا التهديد أم سيظل تهديد وحسب فقط؟ لا، أنا بشوف أن الولايات المتحدة والرئيس ترامب عندما أعلن استراتيجية الأمن القومي الأمريكي يرى أن أمريكا أولا لا يجب المس بأمريكا وبكرامة أمريكا في العالم، والتهديدات الكورية الشمالية هي تمس بكرامة الولايات المتحدة في العالم، ووجدنا أنه هدد دول الجمعية العامة إذا صوتت لصالح عروبة القدس. كل هذا يدل أن السياسة الخارجية الأمريكية التي تتبعها ترامب سياسة متشددة في مواجهة خصومه، يرى في روسيا والصين وكوريا الشمالية وفنزويلا وإيران دول مقودة، وكوبا أيضا دول مقودة للدبلوماسية الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية في العالم. فلا، التهديدات تأخذ على محمل الجد ولا بها مزاح، وبدليل أن هناك ربع مليون جندي أمريكي في قاعدة في كوريا الجنوبية. هناك تهديدات حقيقية تمثلها كوريا الشمالية لحلفاء واشنطن في شبه الجزيرة الكورية. الرئيس ترامب كما ذكرت هو رجل صفقات ورجل أعمال، ويتعامل بهذا المنطق ويتعامل مع حلفائه. إذا دفعت الأموال سأحميك وسأدافع عنك، فوجدنا ذلك أن وجدنا تجاوب من اليابان وكوريا الجنوبية. وإذا كان الرئيس الأمريكي يتبع سياسة انسحابية في مناطق عدة خاصة منطقة الشرق الأوسط ويلتفت للداخل الأمريكي، لا أتوقع أن يفعل ذلك في شبه الجزيرة الكورية وجنوب شرق آسيا، لأنه يرى أن الصين خصما كبيرا له. ومنذ نهاية عهدة أوباما وجدنا وزير الخارجية جون كيري يتحدث أن الولايات المتحدة ستهتم بآسيا ووسط آسيا تحديدا، وأن الاستراتيجية الأمريكية ستتركز في الفترة القادمة في آسيا، وهنا ستستطيع الولايات المتحدة مواجهة الهند وباكستان وقضية بحر الصين الجنوبي الذي تحدث عنها ترامب أيضا، ورئيس الفلبين الذي طار يكون في حضن أمريكا وطار يكون في حضن الصين. كل هذا يؤكد أن الولايات المتحدة لن تترك الملف الكوري الجنوبي الكوري الشمالي بهذه الطريقة، وستواجه كوريا الشمالية مواجهة شاملة، لأن المجتمع الدولي بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص ضاقت زرعا بالممارسات الكورية الشمالية التي تهدد جيرانها. في دقيقة من الوقت تقريبا سيد محمد، في ظل كل هذه المعطيات وما ذكرت حضرتك، ما المتوقع الآن من كوريا الشمالية؟
لا اتوقع من كوريا الشماليه الصمود في مواجهه العقوبات الجديده، رغم ان العقوبات بها سله قاسيه من العقوبات، منها طرد الموظفين الكوريين الشماليين من دول زي روسيا والصين في خلال عامين، وهذا امر يعني خطير جدا، وهو هدفه تكثيف منابع الدخل الاجنبي او العملات الاجنبيه التي تدخل الاقتصاد الكوري الشمالي. العقوبات هذه المره صعبه، العقوبات رغم قسوتها، لكن اتوقع صمود كوري شمالي في مواجهه ترامب تحديدا، لانه بدا المعركه معه ساخنا، وكوريا الشماليه تعلم جيدا اذا تنازلت وركعت ودخلت الى المفاوضات السداسيه مره اخرى ستخسر كثيرا، ولن تفوز ولن تحصل على المكاسب التي تريدها من جيرانها اليابان وكوريا الجنوبيه، ومن وعلى راسها احياء الاقتصاد الكوري الشمالي نعم. وخلق نوع من الانفتاح مع دول الجوار. فكوريا الشماليه تحتمي الان بالصين وتجعلها درع وقي في مواجهه العقوبات الامريكيه. شكرا جزيلا لك، حدثنا من القاهره عبر الاقمار الصناعيه السيد محمد حامد، باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية.